إذن تنطلق هذا المسابقة، تنطلق هذا المسابقة الرابعة، 20 مشارك، رقم 3 أقشور ديل سول ألف مرتبة الأولى، في منافسة كذلك مع رقم 12 كارمن من الجهة الخارجية. هناك ثنائي ديال السيد ديساوي كمال، هناك وعفوا هناك ربما فيزيغ دولة رقم 10، هناك كذلك رقم 13 من الجهة الوسطى، محاولة التقدم كذلك من جانب رقم 16 جوهرة الشرفة. إذن بداية جيدة بالنسبة لرقم 3 أقشور ديل سول، لكن أظن بالنسبة للمرتبة الأولى فرقم 19 صفصفة في الصف الأول لحد الآن. أقشور ديل سول اللي يحاول انطلاقة من الجهة الخارجية، ورقم 10 فيزي أو دراتلاس من الجهة الوسطى، من الجهة الوسطى كذلك أظن بالنسبة للسباق رقم 4 بساتر ريح إيفنت، لكن هذا الشيء ربما يجب تأكيده بما أن هناك عديد من المشاركين في هذا المسابقة التي يحملون القميص الأزرق، خصوصا رقم 18 كذلك بلاكازاك سوسيتي في هذا المسابقة. ربما بسطر حيفنت في المرتبة الأولى، هذا الشيء يجب تأكيده بعد لحظات، لكن لحد الآن كذلك رقم 3 أقشور ديل سول الذي يحاول ينطلق من الجهة الخارجية، واحد من المشاركين الآن فهو في المرتبة الأولى وبعيد كل البعد عن المشاركين الآخرين. واش بساط الريح إيفنت أم أنه أظن رقم 12 كارمين، ربما بساط الريح إيفنت رقم 12 كارمين عنده زي آخر، أظن هنا أنتأكدوا من هذا الشيء بعد لحظات، أظن أن بساط الريح إيفنت المرتبة الأولى، أنتأكدوا الآن بالفعل بساط الريح إيفنت في الصف الأول رفقة راكب أيوب رايي الفوز في أكيد السباقات الأخيرة ما كانتش موفقة، وبساط الريح إيفنت أن يصحح المسار أيوب رايي اللي قام بسباق ممتاز جدا. إذا هو السباق الرابع لحظات تلتقوا النتائج الوصول المؤقت.